مستمرين بمازدا ويك مشاهدينا ودائما مع صديقنا انطوني بخاطر سي او شركه بلبنان. انطوني هاي. هاي جوز. مازدا 2 اليوم معنا الهاتشباك السياره اللي تم اطلاقها مش من زمان بلبنان بحفل خاص ودعوات كانت عن جد كان فل لودد المحل. كيف ملاقى بدايه المازدا 2 هلا ايام قليله يعني فقط عم تشوفها بلبنان؟ ليك المازدا 2 عم تفاجئ الجميع بسعرها بشكلها بمواصفاتها. مواصفاتها إذا نحكي عن مواصفاتها غير فيو كاميرا سبورت مود تيبترونيك 6 سبيدز 114 حصان يعني سيارة عم تعجب كتير 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 كتير. هلا في عندنا اليوم سبيشال جيست كمان رح تحكينا هي عن السيارة اسمها كارمن لبوس. هاي كارمن. كارمن هاي طبعا ايه عم بتفرج عليها ليه قاعده حد الشوفير اول شيء لحتى شوف هون القعده قديش مريحه. اوكي ماشي سالون مثل السيارة رغم انه شكلها من برا بنحسها سياره كامبا كتير صغيره كتير بس صغيرة. من جوا عنا هيد روم ليج روم ليك قديش انا طويله مني ليك ها نمت ايه لا كيف فظيع كل شيء من جوا بالسياره كل شيء تابلو انتيرير قريب كتير لسيس مع انه فرق كتير بالسعر السيس كتير اغلى. حبيت كتير هيدا اللاين هيدا الخط الاحمر Red. ايه عامل هيك شغل صحيح اعطيها ميزه حلوه. هلا هيدا شو هون سبورت لهيك سبورت مود انطوني سبورت مود يعني اذا مثلا طلعه وبدك بريسانس اكثر تكبسيها بتعطيك بريسانس اكثر. ايه ليه ما عندي هيك بالسيز بنحط لك اذا بدك. كارمن اذا بتنزلي بكفي معنا الحلقه من هون بدك تنزلي ولا عم ليك لش انا فرجيكم قد ايه واسعه. انا طويله ليك قد ايه واسعه قدرت قطعت بدون ما لكن تفضلي معنا عم ندورها قبل يعني اذا بتنتبه حتى الاوبشنز الصغيره مثل تدوير السياره ستارت بوتن مثل البلوتوث سيستم الموجوده على السيارات موجوده هون كمان. لا لا نفس الشيء قريب system. كتير ايه مثل السيس يعني خلص بدي وحده شو بتنصحني لون هي لبيروت ما بعرف انت عندك وحده للجبل وحده لبيروت وحده لجيبي جراج حطي فيه المازدا 2 3 و 6 و 6 اكس 5 و 6 اكس 9 كلهم حبابه لانه كلهم عجبوكي ما كلهم حلوين لانه كلهم حلوين. اللون الاحلى برايي هو اللون الاحمر. جورج عنده مازدا 2 حمراء شو رايك بالاحمر سول ريد هذا لون كثير حلو اطلقته مازدا مش من زمان وعم تشوفه خاصه على البيل بوردز وعلى الدعايات كلها عم بيكون هو اللون الاساسي. جيبيها الحمراء جيب الحمراء هونيك عند الاسود ايه قدرت لي شكل شوي اسود ايه احمر وجيب وحده صفراء بتعمل علم العلم الالماني عليها. من زمان متابع حديثنا اكيد عن السياره لنشوفها بشكل اوضح كمان على الكاميرا. جانت كمان اليوم معنا السياره ليميتد اديشن مع سقف اسود مع جانت اسود. انتوني مزبوط اليوم السياره لازم واحد يقدر يعمل لها كستمايزيشن مثل ما بده تحس حاله يونيك. اهم شيء عندنا اكثر من السياره يعني هي بتجنن بنشوفها اليوم على الشاشه. هلا بنشوفها الكودو ديزاين اللي قدام مثل المازدا 6 مثل المازدا 3 اللي عندنا فيها نعرفها عن مسافه بعيده للمازدا من وراء اللوك الامامي لها. مزبوط هل تول الجديده موديل 2016 اي حيالله شخص في سوقه حاطين سيارات قدام السيارات كل سيارات ينزل يعمل لها تيست درايف يلاقي شو قوتها 114 حصان رح يقول لي هي فظيعه. بس اهم شيء عندنا الافتر سيلز وهيدا كمان تحكي عنه كمان عم نعرف نحكي عنه. اي 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 كثير يعني السياره البيع ما بعد البيع اهم من البيع كيف هيدي بس تلاقي زبون لبعدين شو رايه بالسيرفيس حدا صار معه اي مشكله دغري بتتصل دغري بيهتموا فيك دغري بيقول لك شو دغري بيقول لك مر السياره هلا لحتى نشوف ما بيخلوها وقت تنسى انه كان عندك سياره. نعم. لا بالعكس بالعكس تماما انا كثير مبسوطه واسم الله عليها هلا قلتوا ليك 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 هالوقفه ليك هالوقفه ما مبينه لا كثير غير شكل يعني كثير حبيتها. كامل انا بعيد العمال بدي احب اشكر كل الاشخاص اللي عم يجيبوك على التليفون وقت تلفني يشتغلوا بطريقه فظيعه كمان يخلوا زبون مرتاح. الافتر سيلز تيم الكوميرشال تيم الشارت سيرفيس تيم الام تي في كارمن لا لا شباب مزبوط كل يعطيكم العافيه بالرجي وين ما كان بعدين هيك بتحس كانك بعائلتك يعني حتى بس تروح ايه لا طبعا بس انه بتروح على قسم الصيانه بتلاقي انه كلهم بتعرفهم كلهم مثل كانه انت فت على البيت استقبال حلو وجوه ضحكه وبتنطري كمان بمحل كتير حلو كرمال تخلص سيارتك فيك تضلك بالشركه ما تروح على برا. هيدي كلها اوبشنز بتخلي الشخص يرتاح اكثر بالتعامل صح. ويجيب اكثر من السياره للبيت بعدين يعني ضل ماشي مع مازدا. في كتير اشخاص اكيد انطوني معكم بلشوا ومستمرين لهلا جاب لاولاده وجاب لمرته وصار كل البيت انا ست سنين مازدا ان شاء الله عبالي 60
قد ايه صار شغال؟ انا سنه على قد تقريبا. بيقطع الوقت بسرعه. صحيح. بدي اشكركم على وجودكم معنا اليوم اكيد، وعلى السياره الحلوه بكون عم نختم حلقتنا المازدا تول الجديده. لتشوفوها اكثر مشاهدينا رجعوا على الشو روم، وبالختام رح نشوف فيديو خاص على الاي ام بي ابلكيشن على سمارت فون. الى اللقاء. NB is proud to present Lebanon's first mobile app in the automotive field. Your personalized app is friendly, effective, it is smart. Wherever you are, you can find one of our showrooms across the country. Locate it on the map and find our opening hours. In the showroom module, you can find all our vehicles. In one click, you can choose your favorite car and see which color fits you more and choose its specs. You can have a 360 view of the car and even discover its interior. You can also customize your car with any desired accessories, find out its price, and request a test drive. In case of a car incident, you can select the region, choose your insurance, and share your location with them. A towing will be ready. Our maintenance is known to be a 5-star service. You'll be able to check out in simple steps your regular, mechanical, electrical maintenance. In the body repair section, take a picture of the damaged side of the car, your ID, and your driving license, and choose the date and time that suits you. Back on the menu, you'll also find Mechanic, where you can enter your car details and find out when your mechanic is due. If you need to rent a car, you can choose one of any available models at A&B Rental Car. Book it, and here it is, ready to be driven. There are other services available. Pick and choose which coupons you want. Follow A&B Daily News. Check your detailed profile on My Account. The automobile application is available on the Apple Store and on the Android's Google Play.